وحيث ويدين لقف هداتهاي قويس هداتهاي بلشي يو مد هدينون هاي متك استبه النقطه انني سويدين ومدين حقا وصعطه المستقبل القريب والبعيد مستقبل كان دو يا كان دروكسان لبضو حقا ينوصعنا ما اتجاه صحيح ينوصعنا ام ننتظر المجهول مسه وحن بين السجينة وحن مقان غيبك وحا ونقضؤون وإنه كملهن وح تخطيط أما وح قرشاء إنه كلين ما جرته حيث إنه لش الدو أهداف تا أما غايات كإنه ربنا إنه تحقيق إنه وصم إنه قوالس كا أما هميلوين كإنه ربنا إنه قادنا محيه محيطة هاي أهداف تينا داري ما حلقو قياسا ما مقياس ذلك إن نهرو صعني إن ندب صعنا ما حين نكو قياسنا سيلو قيمين ايا بلشاهان مركا إنو أغنى واحد مودا ودن كين يدد كينو نفوضى بدن كتشيرو هداي تينا لشا قويسكا تقفكا تبلشادا تدولد نمادا انتو باينو قرشوه كويري هاي وحين مركا يسويدين إن دوني دمان تالا تشوغو سيدي بي أصفر تقل نقن كاريسا دادان نولاشا با قرشاكا لهايني إن يون نولادان أما سيو تشوغان إيادو دوني دا لو قنول يأي مان تسيدا لو كالحوق بدني القوة هي القيمة الحقيقية في هذه الدنيا اليوم أود أما حوق أيا أمان تا فاليو وكالي أما قيمة قول الدوني دا تنايا يكتو هذا بس وعشو وحي تهي نولش هذا ما حد كده مع سنتي نولش هذا صاصة عطا حقوق رشيسا ما هنا الضلطة ولمطة ما هنا الجامعات كبحضة وحبرتي دو قرستي دو اللي عكس ما يسيد ما انت اسا وحدو النوشة مسا قرشة كلات شرة قويس كاقا محادو قرشيسا دات كاقا يبلشة هذا محادو قرشيسا دوني دا انو ما انت كون نول لهاي أمم مواليبة علوم المستقبل وحليل هذا ما أنت أدلو أديك سيدا وحتى علوم هذا قاركوت كتب توضو كنت الماميا وعلوم هذا قاركوت كنت الماميا يعني من فروض الكفاية يكو شيئا وإن دتكو استشرافا ما سوى الدرسة مستقبل كصاص عدا يسيقو كو إيغيه أودي سمان توهيو يا تاريخ دي ستكتي سو تشيرين كي سو حي هي يا طاقة بلشادي سيدت كي سو إليين يا وحل توقع يو أما الله فيلا يا إن يدعان إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحي نوغت المامي بن آدم كبارك قاركود مستقبل كسيد وأركو أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه النار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إلهي الصورة أبو ينو صوري شيء جيسة متكين ميوش علي هي سقو بير يبرار يبرواقة كتيرة بير isku baxday oo wabiyaal hoos marayaan oo midhale oo wax walba isna uu soo tamar gabayo uu gaboobay dul yar yarna uu dhalay caruur yar yar aan markaa waxba qabsan karin dabeetana duufaan haleelo i'saar oo haleelo ay gubato qofkaasi suuradda baa la ino sawiraya muxuu filaya mustaqbal madow buu arkaya isaga tamari kuma hadhin كو كوريني وا يرير يهين بيرتي وا غوبتي صور كاسي سدو اجيا الى هين هردغي سبحانه وتعالى كدبا الى هي وحين لي كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون سدا سو كلبا الى هي سبحانه وتعالى ايات كيدن كو عدينيا لعلكم تتفكرون سيو فكرتان وحض يموتان ايها الاحبه وحين لين الدين تعالى ينصدك سبحانه وتعالى وحيكص على سنتي على التخطيط للمستقبل ورفض العشوائية والفوضى
inay dadku in badan qorsheeyaan noloshooda timaadada ee soo socota, inaanay boos ku lahayn nolosha qofka muslimka, fawdada anarki, maamul la'aanta iyo iska daba wareega iyo beriba waxay noqon doontaa siday maanta ahayd. Inaad u fakarto, haddaad u fiirsatana noloshii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, qaabkaas bay u dhisnayd. مثال واحد هدينا تلمامنا هجرة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام علماء السيرة مركة هجرة دي نو آخرين ايان ام السن بي انو الشيغان قرشاو نبي قد دي واه بلان كي وكو تلقى لي مركو هجرة دو ماشو ماري لها سيدو عدو وقردو من لها سيدو الراد قدان لها ودادو قادي لها عدة تاي عدة هو قامين ايسا عدة ان لغا شكينين انو دليل كردكتو راحلات كيفولي لها يريني ديار صدان وقتي أن لفيلي إنين بحان ميل أن للرجين إنين قبطان إنين وكعان بورلي إنين مران سعي وراد قطان. يعني مركا دراسة يسير نبي عليه الصلاة والسلام هجرة ديسي وحيكوت الماما يسا إن لينبر يتشريع يذا تاسعي عكسي أوتي مثلا إسراغي الإسراء والمعراج نبي محمد عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج وحها تشريف هي تعظيم هي تسلية وينين إلهي والنبي وينين أيي لسمرسين أيي بلايين ما كيلومتر سدول بلايان كيلومتر بلغو قياسي كارين أي النبي محمد إلهي كحي مكة وقي بيت المقدس ولقد الميو عرك اللقبات سيي ولسوع علي ما هم سأل الله قلت لك علينا إنه كذا يعني أما أود إنكم أصحاب سنة لكن شنب غلو كيلومترين كي يرسق صعونا إياه وأما كي يمدينا إنت ودا حيسة وليس دم 500 كيلومترس شنب غلو كيلومتر بكي يرطي يا إلهي سبحانه وتعالى نبي جوحة لجوء إلهامي خطتي وهلك أكو قاري لها إيه إنت أي قاعدتي هي مدافر هي طبعا عشاء للوغين هي هو حصل ربا لغمري تسبة تخطيط كده لي تنوال للتشريع تيهورا للتشريف باي هيد إسراغ هي معراج كي يكوه كني أما تاني والتشريع. ولذلك ما نبقى عليه الصلاة والسلام وحين دريما إن قرشه سودق يسيد وهاي وحي يقول هكا يي حتى عالم كي يوحى كالصعودة سيد أولى السعودين oo dalabadii dawladooda waaweyna iyo dagaalkii ka dhex socday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka uga waramayo iyo ogaalka uu nabigu ogaa calayhi salaatu wa salaam hatta saxaabadiisa markuu rabay inuu u diro ardi al-habasha inuu dareemayo ama se warka uu hayay in xaqani ka cadaalad badantay labadan dawladood iyo intan agagaarka joogto oo dhan dawladaasi ka tirsan dhulka habashadu inay ka cadaalad badantay waxa soo dhameeyay waa wax tilmaamaya إن أنا مسلمين تهور الداد غافلين هين أما داد سك صعدة أما داد أنسوجة مستقبل كوحة والنقان أيه بلى حديث غار كود بوحينات المامية وحيابها وحلقو قيمة يا مركز مستقبل كقرش اللي هو دقيا وهو محكم ده الإحصائيات statistics data إن لهلا ترى كابيو أود هذا حقا ترى هذا نقال هذا ويوحى أسعد كقر شيء نساء إن المستقبل كوحكة قبطه إلى حد النبي قل عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحين كوي الله رواية مسلم أحسن لي كم يلفظ الإسلام إيسو تركوا بل أنت قف مسلم تشوكت مقالة مدينة أما رواية إمام البخاري اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس dadka ka inta ku dhawaaqday islaam iso qoro uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaana marka la budda min takhtiit la budda qorsheyn inaynu helo la bud say nolosheyno fawdada uga baxdo siiba ummada soomaaliyeed waa ummad aanay inta badan tirada ugu jirin saadaalinta mustaqbalka iyo waxay sugayaan إلهي وحين لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واركوا إيمانك لغاها ليو اتقوا الله ألك عبصدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد بري وحين في أرنغتي وحي أهرمرستي وحي أرنتيستي سأرنت هذا ما تغانين
caanaha waa la dhitay hadda si bari loo lulo waa lagu sii tala galaa bari si loo luli karo inay maanta dhita noqoto waxaa laleenayay waxaad u dhitaysatay baraad lulane waxaad lulanaysaa waxay noqonayaan fiiri waltandur nafsun maa qadamat ligad haddaba uga warramay maayo mawduuca kan sida idaariyiintu uga warramaan culamaa lidaara iyo qaabkay uga warraman uga warrami maayo laakiin waxaan uga warramayaa inaanina tanbiihiyo bes iyo waxyaabaha asalka aynu u baahannay inaynu isticmaalno ugu horayn ilaahay wuxuu ku baraarujiyo inuu ugu bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaah markaasa haddana la yidhi wattaquu llaaha ina allaha khabiirun bima tacmalu waltandur nafsun amarka labada hareeroodba waxa ka xiga alla ka cabsi baa layna faray macnaheedu waxa weeyaan khitadkeenna iyo waxaynu mustaqbalka qorshaynaynoo dhammi waynaanu marnaba noqonin wax ilaahaytiisa khilaafsan waynaynu cala alhuda inagoo ilaahay ka cabsanayna waayo cid kasta oo khutad degta calaa ghayri huda allah lam walan yuflixu ma guulaysanayaan maxaynu u leenahay markaynu qorsho degayna alla ka cabsigu kowha ka noqdo ugu horeyn qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha fududaanayso bini aadamkuna waxa uu jecelya uu rajaynaya waa inay wax u fududaadaan xataa hadduu qabanaya inuu si fudud u qabto waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusran baa ilaahay yidhi ciddii ilaahay ka cabsata arrinka alle waa u fudaydinaya waxaynu rabnaa khutada u degaynoo dhammi waa nolosha inaynu si fudud u noolaan karno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo ka dhowrsata naartiisa in alle dadka u fudaydinayo waxaa markaa qorshe la degaya lagu talagalaa riskiska jira waxaad adigu rabto qudhan lagama hadlee waxaa laga hadlaa maxaa dhib kugu xeeran maxaa kaa hor iman kara maxaa dhici kara maxaa isbeddel iman kara maxaa caqabad kugu noqon kara qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa alla ka cabsigu inuu masaa'ilkaana makhraju yahay riskiga ama caqabaadka kaa hor imanaya qaabka loo daweeya inay ka mid tahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib ciddii alla ka dhowrsata in alle subxaanahu wa tacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo qorshuhu wuxuu u baahan yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hanuuniyo samaha kugu hanuuniyo ama aqoon waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya wattaquu llaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim saa awgeed ayuha alaxiba waxaa layna barayaa inuu qorshaheenna ka horeeyo alla ka cabsigu dadka maanta in badan oo ka mida dadka ummadda qorshaha u degta shanta sanee soo socda maxaa la qaban tobanka sanee soo socda maxaa la qaban laatanka sanee soo socda maxaa la yeeli waxaynu u badannay inaan masaa'ilkan inooguba jirin tirada inaanay ku jirin dhaatada aynu soo urursana aynu rabno inaynu wax ku bayskarayno ama ku dhisno haddii alla ka cabsigu uu horeeyo waxaad helaysaa basiira aad ku kala aragto mustaqbalka dheer in ilaahay subxaanahu wa tacaala toojka kuu ifiyo sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana ilaahay haddaad ka dhowrsataan oo alla ka cabsigu uu yahay main pointkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin yeelayaa furqaan bayna alxaqi waalbaatil waxaa xaq iyo baatil ku kala socdaan ama waxaa ku kala socdaan sawaabka iyo maxay iyo khata'a ama waxaa ku kala socdaan sharka iyo khayrka baa helaysaan baa rabbi tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxaan ku gabagabaynayaa mas'alada tan waxaad helaysaa ilaahay kaalmadii ilaahay kaalmadii wattaquu allaha waclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilaahay kaalmadiiyo inuu ku waafajiyo sida sawaabku ku jiro idan koo waxaan leenahay ilaahay wuxuu inayidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaaha waltandur nafsun maa qadamat ligad alle cabsidii baa layna faray marka hore kadib baa layna yidhi khutadiinana degsada eega berri waxaa u horumarsanaysaan
قطبك لبعض أن تلمام يوحو يهي خطط ضدك مسلمين تأيدقين هدو قف يهي يهدو كبدا يهيبة وينو النقضة محي بعد الله سبحانه وتعالى الاعتماد على النفس لا على الغير لا على الآخر عالم كمان ترقبة وحي قوان صديرين أيقو أوصية والنقضة إنا يهينون هداني يقو كقردادين إنا أظهروا مرينين وحنا كما تشيران دولة ده يرير يضاد كمساكين تأي عين كاني وحي إن بضن إيغان المجتمع الدولي محوين أقاقباه دولة ده وين السيدي قرشيه النوار كيا إلهي وحوين تلمام إياه الله كعب صوء قرشيه نبي قنا وحولي احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز كد دال وحق وانفعية في الدنيا والآخرة إلهينا كالميسو وربي هنغضو عدة كتير سنيسا هنا عاجز أي لا تعتمد على الأسباب وتغفل عن ربك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كوا هو عننا دنكو هذا ولكن مسألة كهد لينو وهرين وينو قرنا ما الفراغة مدقنين عالم سكبنان وهذه قرشها وصعون هي واحد قرشيسة مد جنين وحين دجنا هي الدنيا مصالح ديا أهداف تواي متضارب تاي دوني سكسو ودهور شيدة أني ولي ومسل حدي سيدنتي سيلا شرايو وحين شوقنا مال سلو قارع عد ولي ومسل حدي دي هدف كيدا أود يا دورنا يستعماشه. وحدا ذنكو حوق بدن له. إما أنت الدنيا غيب تبدن وحوار كيان هرمركو دينو كحرية هيد بردعة ومضاها صدحات سيبا ومضى مسلم كا. سادر أدد قرشه هذا وحكم إذا ينادى تقول لقى هرمرين. ولقى ينادى هرمرين ما قرشه هذا كم إذا. ولذلك يا هيئات كودا نبطا اهي وحي فوليا وحكم دا وحل الى سياسة التخريب سبفيرشن ان لقصه ومضاها انت كالي اذا وحي لنا ميل بينو فردنا اينو ربنا اينو نهورو مرسمينا اما امد نقونا اما داد نقونا اما دولد نقونا لكن وحكوكو حيرا عدان او قولين ان ادو حاسي سميسو سبفيرشن كو المخابرات العالمية ووحاو قبضان اللوردقو ساو مدلوها قرداميو ساددلو الدوميو وحيد هذا نمتك استوصدح شيء لو سمعي هرو مركدر وهل كيدي نقانسة صدح ذا شيء وامحي وحيد هذا إحباط demoralization إن دتك اللغو قنعيو إن أنا هرو صعون كرينين إن لقوا هذا أدق إمكانيات كأجياء وود هذه تمرتادو مسا ما حيسو حاسي هذا واحد وباهن طيب يقول إن كباسة بيلدينج سوماليا يمكن صدّن صنادو حلقوه ذي معي كباسة بيلدينج وما وود داني والدين لسيا وودين الله لسيا كوا دولة ضيّر هايسته اقتصاديات كوا دوحة وجب بدن اللي قلت توجيهية والاقتصاد السياحة ونقالها كسالة يسمى إلى هذان محل إلى توريسم سياحة ودن كينا ميلو صو تاكاكار ديغا حيوا كينا هدلين أكار حسابي يقول انتو دي وي مريين حيوا دين وي سياحة سياحة دو حيدا دان إن كورما كسمك اللي تشوغو وقيب توقوه الرئيسي نقالة بربر كو كود عبين آدم كمار نقالة بربر بلامو ولكن هذا السلام هو فرصه ولو لو هلاد هانت الضيور ضي دوني دو غبطا يغوى بدا يريرا يقولوا لو هلاد هانت الضيور ضي دوني دو غبطا ولو لو هيدوني سايني سياحك شاكايسو وهذا قال بربر سيدي سويالا دوني دو هيدا مهرو مرو ومدان الستريال نقول انا عسرين نولي
وحيد هذا مركا الإحباط إحباطك وحويان إن هذا ديمورالسيشن وقصة مية إن لقاعد دعية إن أنا وحقب سنكرين إن الدم بيسو إن كوكانا عدو كلمة دي سمو يان إن هذا وضو غهر وصعن كرين كلبات وحيد هذا وليبا وحلقيا باينا استدى هذا ميا الله ما جا مايا دولة وين وحيولي يهين جروب دقال يهنا ومسألة كفكرة ووضعنا ذا كلا تلبحين تصيّا سيدي اللي أدو من لها وقروب ديسان ما هو ثيرية وقروب ديسان وكو كورما يوكالي Convention of Economic Hitman نيك يقرأ يوكالي وكم إذا ها قروبة تن بلا وحان دي شيئي كرا قروبة قاركو دين حتى رك سوماليات كوچرا غاليا نسوماليات دين كمي دي مركين تاسو دافنو وحقران كارتان وحيكو سمايين إيشية يا نمور السبعة دولة دي لها وطايغرس كاما الشباب لها تضبطها هل دولة دي تلبحين تودي دي دي إيادة قرى بدباد دي انتي تلدو دي أغبشي والواي ماليس يقرى دي دي تلبحين تي وسترنكو بحين أي ويقول ليس تمشكلة دي ويكبح دي لحدي قاتين ويشابين شيء قال لبادة يسميان السوبفيرشن كاهي وحيدا هذا وزعزعة استقرار destabilization إن ودنكو كرايسيس كو كتشير هذا يقور إن أنا ندقين دات كبر باو هايستو مودة يا دولة دا وويني إن ندقنين إن ربان إن تقالكو إن قد ما داين إن ربان إن عين كان ما تشيرتو وحيو الصعدان إن دولي قاد دقين تينك ودنك إن وحلقو معمولا محي البند السابع بندقة تضباده يونايتد نيشن اسك خير كيسه بندو سابع معني سوا محي وقفك اسمه مامول كره هل مامولو قفك اسمه مامول كره الما يرى عرورته به مركو دنت ما لا يداه خولي سما مامولن كره و هو باهي محي وصي عيد مامشه وميل غارسيسه بندقة كان و هو قريا وا انت اسكر ما يلان كران و استليان قريا يان لغا يبنين دولت نمدا حبتو دم إلى شنكرانة عد كلا هوا إلى لسه وحكستا ساق أبو وحمس بين كرتيد وحمس بين كرتيد إلى يو وقلا دم ويانه هذا عيدا كلا ينقدول دجا وحكاني وحن ما ها شعي لقوق أبو هو destabilization وإن كتشرتو إن الدولة جا ساقين سوماليا ما لها يرى نبدو كتشران وما لها لغاية بينا إياك أسكرتو دو يمنين يا إنت إياك الله صعوتا هاري كوبادنين كله كما مدنين أياها إنت نبدو كتشرتو قضبك صدحات السبشيرشن ثيوريكو تلماما وحويان ووحيدان كرايسيس نورماليزيشن تطبيع الأزمة قفكو مركض دنبب بلاية دوينو أركاين نولاشا كميتي هالكي سومالا دلقى سيويان قف الصوماليين واحد بدني بتشرر ماركو ما لتقرح يري دعوة سلا والله دي بسوق ردي لكن والله قب صدي وحب برتين والله نول أنكر دبته ده بتنا واحد هدان crisis normalization قف كهدي اللي قاعد سير دبته إنه الله نول أنكر هدو قاره وهالكيل اللي الربي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم بدن بودت كان كجد جي وحنان تلمامينا ما أها وحوذا تلماميو ووحي استراتيجية العالم كلها مثلا أحجربوكو قرينين جاينيسا لباكون يشامبو غلو سندات كهر نولا السند زوبا ليدا هذا وفلسوف جنرال لها بوكيسو ووارا كوب كوبا وحن فلا يليح بغلية دور استيتمن و كوب كوبا نينو يحي علماء دا استراتيجية دا دوني دا دراسي سوردن بالوديغا military ga duri doodan ba lo dhiga wa kalimad kooban oo ninka kani marka waa nin philosopher ah faniga strategicana looga dambeeyo waxa uu yiraahdaa in ixdaa al adu min duni qital huwa arfa' imtiyaz bila adawga ina chebiso oo ku hoos yimaada adigu aan la diririn wa heerka ugu sareysa la gaadho buu wal amal al askari هو أقل طرق جودة لإخضاع العدو بينا ملة ترلي إن أدعيدو تشبسانا وقابك وقوه سيئ عدو لو تشبيه بولي يعني إن
عيدان يا هوبيا دقال كتشبس وقابك وقول لي تبوا فرسبدا وقول لي ذاته لكن فرسبدا وصل ريسا ومحي إن أدنك تشبسه أدقوا أن دقال من هذا أنا أسكري كاغر دبانا محبا كاغر دبانا نتشبين كرتو ولذلك بوحوت الماما إن الأعظم بين القادة ليس المنتصر في مئة معركة بل ذلك الذي لا يحتاج إطلاقا إلى القتال لينتصر إن هل ييجا أما جيسيجا وين هو جامية يلا قد ضمبين كرا ما هبوا يرنينك بقول قابض قوليسته إيوان إنك عند قال بوا بحنسيو قوليستو إنك عند قال كوو وبحنسيو قوليستو وحن قضية نوت المام يا مركا وحيتي إلهي وحين لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الاعتماد على نفسها دينو يلن كريوينو وعيد كالينو دا جيسا خطط كان يرود مابكا يماشينو مرينو أبي تقولي سين ميسين وحد تقولي سين كرتايا قرى مركا دادو أود دادا يا قون تادا يا تمر تادا يا دلكاغا يا حولهاغا ويقول لك أنا أقول 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 لك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما تشعلب الرب لي كوة قال ذا يا أهل كتاب يا مشركين بس قدر كوة قال ذا ما تشعل أن ينزل عليكم من خير من ربكم حق علينا خير كهشان ما هين يقو خير كسيان حق الربين خير دين كيما ما تشعلب إلهي سبحانه وتعالى إذن مدان شعلين أنا حق الرب خير كهشه أي أيسا قلن كيسا خير كاسين أي هدات رميستو واتشبطا واحد كميتا هاي كوي لسو تلمامي إيهو مالا وقبياقي سوماليا دي شيغي بعد إذن نمبا كولد دي دايا دالنا كابا داني وان دونين إناد هشان داين أبيت كاي داد كون مودي دول ودرنا شوان وحود دحسونين حنين سوماليا دون سوماليا دو كالي تلمامي لكن حقيقة وحوية وقوة كان كوان بانوعة كانوا فكرية محامر كاين السارة خطة دينو الدقينو وين البطانات كرر قلبات كأي وحل السعودون مكا بحسن هذا إلهي بوحلي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وركوا إيمانك لقاها ليو ورلا طلي ييالا آن إذنك هين هيالا نبا إلهي لي ويدن لقوين ياني لا يألونكم خبالا ويدن فسهادين ينبر ربكو شاق مركزاتنا وحد هذا خبير عداك صعطة هذا إيمان سنة سخوة رب ضبا ليدين لكن دير كعاد من كم دعوة علماء الصومالية جامعات كرر قلبيت كان رجع شوقي ووين كترسان أيها وحيدي وحني ما هذه السببة وركاسا وحيق الصهر بحي ويري نين بقي يري عبد الله عبد حق الدمنين يجي يريان مغلي بيري ما كان أجينا وانين عاد ويمو هذول نكوا يسوى رستين نكم حواها مركا كان يونايتد نيشنز كي قيبر دمبو هايستا لكن مركي حقا جوغان جامعات دوحوها بردي ولها بروفيسر رضا وراقا وكالقادة مرحسان كو يدبو يدبو واساد حقا كو هاشي انتو دير كاس قبطي بو يدي دانيقا وويدا باي شقيه ادقا وويدا باي شقيه نمو كو يدي واروتي يعني وويدا باي شقيه يعني مخبير لإني وحوية ويني من سويني إلهي حين لا يود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا وحاد هيستو أدقو هيستين أدهرو مرتمر ربو وحنا ما تفايدين هذا الدين الآن وحقار دقالاكو هشو حما ما تفايدين إلهي وحينوط المام يا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
أيها الأحبة، علينا خطي نوبهني، لكن وين إنه قرنا مش إنه دقنا يوحى إنه ربنا إنه قبنا إن أنا مال بنانا هينا وحي إنه ضانه أنت إنه دتشنا إنه صعكرنا وحيد هذان أول مراحل التخريب بيد هذان مركي نظام كذا استعمالان هل كلا قبل أبا بيد هذين بربرين تأومضه أول مراحل التخريب هو إفساد الأخلاق بيد هذا ودقن دورينتا وأخلاق دول اللومياء استبك كوات مركا هاد لربطو قضايات كان صدح دا للربا إني أمد لغو سفايو فاس استبك اللقاء دا وإن دادك مورال اسكو دي أخلاق دو دي إثيك اسكو دي فاليو اسكو دي نورينتا That's why عالم الإسلام ما أنت ورب دان لغا أخرين يوأه في منيسم جروب يو جندر يو كوسك سكوا الرمى يو حن شيخ وهدى شيخ يو حن لو وضعنا وإفساد أخلاق الناس واترتا بن آدم كما أقبله بفطرته إلا إذا حما السماء ما أقبله لكن حما شعر بلهوية آدم إبليس كما أرنين جيت كان عنا الدم بابتده محوكو يري شجرة الخلد وملك لا يبلى بانكو تسيا قيد مركا أدعنته شجرة الخلد يا هذه هو الورانية وحقوق الدمركية وحقوق عرورتية وحقوق الشيخية مجرى حقا سيكو دلمين حقوق ماشا ما تعالو اي وحوية وفسادين تدمركية فسادين تعرورتية فسادين تومدة اي اصلا لكن شارك السريع اللي هوين يا وحوية هاي معي اريانا تكدي دينين وحقوق حقوق حقوق رايتس مركا لقوة الرما واحد سليدة هاي تواح معقولة لبس ادحمره الله تشكنا الله الشيخو لكن من رأي تسبع نبانين وتقى يا هيومن رأي تسكمي ده قف بقى لبدل يا هيومن رأي تسكمي ده يعني واحد بدن بقى لينو شيء لكن واحد كان لينو شيء جاية إذن هدي أخلاق ضو أيلون تو ومراحل الفساد كهالكو كابل أبمه قال هذا ما أنت شوكت قال كوجوين وريتشارد دوكنز و نبي للحاد بيقول إله ده أبروفيت أوف أثيسم دين لان تنبي كده بيكون شاكاني وياي وأني قال لك قد ريوشن أيوه حلية هاي من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ووح أدق بولي إن أدود فاليو أخلاقيت أخلاق في عيني إن أتكور رمي كرتو أديكو أن كنت أجنين بولي دول دينيت دين الآن يا أخلاقي مرنبا اسم فول أيام بولي هذا وكان لا إلهي ما شردت كوي يريا وبقي سجدوا لي يشبه كغريا حلا يا أخلاق لا هذا تربطه إن الدفال يسون شكته وإن كنت أجنت هيبو تلمام يا محي religious ground هدارت هاي سنين ما صرت قالها بو تلمام يا أيها الأحبة هل لأن مركا إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا بتشير بإلهي إلهي نوسو علي إلهي عبسيدي سيني نكد داله أجننا ولتنظر نفس علمات وحيدة أنا أيضا قيبت هوري مركا إلهي سفر إيهي تقوى دا إنت إيمانكم بالله ياري يا أيها الذين آمنوا لكن مركي لسفر يين ولا شيء لقرشيو ولتنظر نفسنا أي كل نفس نفيها اكتبا ليري مركا واحد هذا النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنطفعينه والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفيها اكتبا ليري ما قدمت الغد بري وحضوه رمرسطه الغد بريدن دوا نقوم كرا بريد الدروك سنة ونقوم كرا وحكادن بيودمي وبريتو وحكادن بيودمي وبريتو إن الله خبير بما تعملون إلهي وقنوغي هاي وحا سمين إسان قصدك كليدين هي بواطنتين هي ظواهرتين نبال ربي وأوغي سبحانه وتعالى وحا هبال مرك الدنيا آخرة أيين هري الله الدنيا آخرة اسم الله كا
isku qiimana maaha isku riski isku mushkiladna maaha taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorsheynayo keeba mudnaanta leh yani marka qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities ba kala jira waxaad kala horaysiinaysaa sidee u kala weyn yihiin u kala muhiimsan yihiin baad u kala horaysiinaysaa qorshahaana waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo marka leena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro qofka muslimka ah ee siyaasiga ah ugu horreyn inuu ka fekeraa ummadana say aakhiro naar uga baxsan lahayd jannana u gali lahayd waayo that's the most important thing waa waxa ugu muhiimsan ee aad dad u qabatid ثانيا بعد سويديني سا تاسي دا لو قاعد ايو اي ادون كان انت اللي تشوغانا سان لو كديد مين اي ادون كان نرول في عن لوغو نولان لها وحل لانا مركا انو قرشد دا چين اينو وينو بريور تسكو كالا هرية وليبا وحا هو بانتيا هدي قرشة هدام با اي آخر او نقضة كمهمة داله ka adduunyana automatically inuu hagaagayo waayo aakhira laguma gaadho adduunka kharibkiisa aakhira waxa iyadana lagu tagay ku islaaxdaa maxay adduunkan islaaxintiisa tanba masraca u ah marka ugu horeyn waa inaynu aad uga fakarnaa ilaahay wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin ma camilat min khayrin muxdara wama camilat min suu'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قرشها كواد وينو كجرا وحكا استوات سميسو براد لكل ميسا يمحوية هي جواب تاتو وحكا استوات سميسو دون كانت قبطو وحكا استوات قبطو عمل كستو كاسو فولا براد لكل ميسا يمحيتها هي جواب تاتو sida awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaru la talinaya nin dhallinyaro ah inagu dhallinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa daad nin dhallinyaro aragto waxbaro nin noqo xoogso guurso shaqayso soo kaamaaha taladeennu talada ugu badan ee dadku waa indhowuunbay dadku arkaan maca kuwan ay yidhaahdaan indheer garad indheer ma arkaan indhow bay arkaan dadku waa wada indhow garad buu badan yahay waxa aynu ilmahaaga qorshaha kuu yaallaa muxuu yahay koowaad iskuul dhigo jaamacad ka bax guurso nin noqo taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar ula tahay waxay u baahantoo dhan baad maxay ula tahay ayaad diyaarinaysaa iskuulku gali lahaa kuu noqonayo jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo kharashku u baahnaan lahaa waxaasoo dhan waa diyaarinaysaa maxaad uga dan leedahay nolosha dhow inuu guulaysto beritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon markaa qorshahaagu wuxuu badan ma diyaarinay dhammaanteen isku keen darwadaad iyo wabiin bay israkeen raaceen intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degayna ma ku jirtaa intaa in leego investment ahay bal waxa kalaba hadambeeyaan maya waxa kugu adag macalinka qur-aanka dhiga $20 la siiyo war kuwa malaamadood waa qaali baa taagantay laakiin waad ogoshay jaamacadda dhabka kuri inaad bixiso ee dhakhtarnimada ka baranayo waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorshaynaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro abuu la talinaya garabka intuu ka dhirbahay xadiidkaa taqaaniin ee bukhaari ku yaalla kun fi dunya ka annaka gariib aw cabiri sabiil waa nin dhallinyaro ah waryaa xoogso lama odhan oo nin noqo oo guurso oo kan sameeyo xoolo dhaqo laakiin waxaa la ogyahay hadduu ta dambe fikraddeeda qabo tan hore inay islaaxayso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya ka annaka gariib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay gariiba stranger qof aan meesha u dhalanin ama waxaad noqotaa maxay oo caabiri sabiil qof musaafira qofkaas
انت وكفكره انه ماشي جوغا ما قرشه ودجيو قرشه لي ودجي marka xoogaaga iyo xoolahaaga iyo qorshahaaga xoogin xaqad u dejinaysa tadambad u dejinaysa in tadambe horaysiiso ayaa muhiim ah sawgada ayuha la xiba waxa leenahay nolosha khuta kama maranto labud min takhtit lil mustaqbal laakin takhtit keenno sawa mid siyaasi ah noqdo mid dhaqaale ah noqdo mid bulshada han noqdo umad leedahay ama adigu naftaadu aad leedahay ama qoyskaagu u leeyahay wuxuu u baahan yahay inaad qorsheyso qorshahaagana priority-ga koowaad inuu noqdo anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ila ulayya ayyuha alladhina amanu ku imanka laga helayo anfusakum wa ahlikum nara war naftiin iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya waa layna ogyahay inaynu tanso ka jecelnahay kala bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira ilaahay wuxuu leeyahay tan dhowba jeceshiin aakhirana inta badan waa ka tegaysaan laakiin baasha cagsiya laynoo tilmaamaya ta aad qorshahaaga ugu muhiimsan u degayso qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya dadka aqoonta leh markay telinayeen waxay tilmaamayeen ninkii qaaruuna xoolaha badan soo helay maxaa lagu yidhi wabtagi fiima aataaka allaahu addaar alaakhira war wixii ilaahay ku siiyey nolosha aakhiro ku baadi goob ku raadcee walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkanna dheeftaada ha ilaabin baa la leeyay yacnii priority-gu ama mudnaanta waxaa le maxay aakhira la leeyahay adduunkaaga ku raadcee waa laga yaabaa inagu xoolaha waxaad u dhaqaysa aad magac yeelatid guri weyn aad dhisatid xoolaha ma u dhaqataa inaad guri weyn jannada ka hesho mise gurigan aad ku jirtaa cidhiidhi iyo fikradda koowaad waxa weeyaan inaad kan bedasho waxaa laynoo tilmaamayaa aakhira inay mudnaanta yeelato waxsin kama axsana allahu ilayk adduunkana ha ilaabin baa la yidhi si alle subxaanahu wa tacaala uu kuu wanaajiyeyna u wanaag fal aayadda ku xigta ilaahay wuxuu inooga digayaa subxaanahu wa tacaala kuwo qorshaha qorshe ka gedisan iyagu maray qorshaha aynu sheegayna aynu leenahay priority-ga waa inuu aakhira yeelataa markaad road map-ka aad maraysa iyo waxaad qorsheynayso kuwa iyagu taa daba rogay baa ilaahay tilmaamay waa aayadda ku xigta marka aayadda hore amar bay ahayd tanna waa naayi walaa takunuu kaladiina nasu llaha fa ansaahum anfusahum ulaa'ika hum lfaasiquun ha la mid noqonina baa ilaahay leeyay sidii kuwii alle ilaabay qorshaha uguma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cabsidiisi iyo aakhira iyo kani qorshaha uguma jirto ee maxaa qorshahooda ku jira adduunkan siday wax uga noqon lahaayeen baa ku jira saawgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyay walaa takunuu kaladiina nasu llah kuwan maxaa ku dhaca faansaahum anfusahum toodaa ilaahay ilowsiiya bini aadamka maanta dunida ku nooli material buu dhisay technologiga oo dhammi waa material buu ka warramaya laakiin bini aadamkii waa la dhisi kari laayay wuu sii baaba'aya technologigu wuu sii horumaraya bini aadamkuna maxay wuu sii dib socdaa dhaqan ahaan akhlaaq ahaan caqiida ahaan dadnimo ahaan wuu sii bahaloobayaa bini aadamka dunida jooga bini aadamka dunida jooga dal dhan baa waxa loo baabiinaya in yaroo dhaqaalaa in laga helo dan kale iyadoo aan laga lahayn shidaalkiisa la booba ama waxoogaa macdan oo ku qarsoon la soo qaato idan wuu sii bahaloobayaa marka wixii naftooda dani ugu jirta ee la ilowsiiyey ama ay ka tageen faansahum anfusahum ulaa'ika hum lfaasiquun kuwa layna yidhi ha la mid noqonina waa kuwee almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacdin ya'muruuna bilmunkari wa yanhawna cani lmacruufi waqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum kuwa masaladan ku sifaysani kuwa naftooda ilaaba ilaahayna tooda ilowsiiyey ilaahay ilaaba ilaahayna naftooda ilowsiiyey waa munaafiqiin baa ilaahay tilmaamaya alyahuuda wanasaara fii suurati lmaa'ida aayadda 13-aad iyo 14-aad ee isku xiga qolo walba ilaahay wuxuu leeyay wanasuu xadda mima dukiruu
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا في سورة الأعراف إلى هيكوت المامية. إذن أيها الأحبة كوي قرشه ذا آخر أبو الريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كوي جنذا قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دوني دا مركا نتشوغنا بي حسابتا نوغو جرتي الله كعبسيبو مركا نريرا هيا قيدت كيغا لتشوغنا أيانو إلهي كعبسنيني سبحانه وتعالى سيدا وقيدنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كوي قرشها سكح مادين آخرة إلهي وحينا قلت المامي قالين وردنا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نولا شيء ما وحور مرصد. أيها الأحبة وحن فيلا يا وقتك سلا ديني قاعدي وان قبي قبيني قد يقال الله إذا قيبتك على وقتك لك ورمي ها آيات كان كسو كوبي كو نولا شقر شالآن ما صعطه سيرد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدقن كيسيبنا إنا برأيه دين تانا هنا فرصة إلهينا وحينا لي ور مستقبل كينا آجا مستقبل كين لآجا وحيو باهنت بين لين كو الله كعبسي لبا وحيو باهنت بين لين إني نكدة دال ما ينفعنا في الدنيا والآخرة وإننا عاجزين صدح وحي نو باه وباهنت هاي إني نو دوني دوا الله سلمينا ياي رزق جو ترب بدني إني نقرشك يالنا سينو سجا أودي لهين أما يسجا تشوتشين لهين هدو يهاي نفط هذا يهدو يهاي قيس كاجا يهدو يهاي ومضى ضبا رزق جات تاجن سات سجا أودي لهين أفر وحينو بهنا إنا إنه أجنو مستقبل كدير إنا إنه مدنان تكوات سينو مستقبل كدوي مدنان تي سنة هذين وقتها لا وقت كلينو كورمي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.